صفوح صفوة في الطيبين، رضي ذو المكانة مرتضانا، سخي ذو عطايا مزدرينا، وميزان وبرهان بيان، أمان الله عند الخائفين، معزر كل جبار عنيد، مصافح كل من أمسى قطينا، وخير الأنبياء المقتفي إذ قفاهم وهو خير المرسلين، مليء دعوة التوحيد بدر، وشمس لا كشمس المبصرين، غفور صاحب المعراج ليلا على حتى تخلف طور سينا، رفيع الذكر ذاكرنا وذكر، ومذكور مذكر تائبينا، صراط مستقيم مستقيم، وذكار وخير الذاكرين، مفضلنا وفضل الله طه، ومفضال ومعلينا سكونا، ومؤتمن مهاجر مولد مع أبي بكر وما أعلى خدينا، وممنوع ومنحمنا وموحا إليه العلم فوق الأعلمين، زكي عادل طاسين أنقى، معلم حاضرين وغائبين، ودار الحكمة العليا ومؤتن، جوامع كلمه عقدا حسينا، ومطلع ومطلعنا نجي، منادي الناس إياكم وزونا، محرم كل ما يأتيه وحي به لم يأل جهدا أن يبينا، محلل ما أحل وما أتانا، فآمنا به وبه رضينا، أحاديث النبي محرمات كمثل كتاب رب العالمين، ولم ينطق بهن هوى ووهما، فهن الوحي لكن ما تلينا، وقد لعن الذي قد شك فيها، غدا يدري الذي ظن الظنونا، ورد حديثه فسق وكفر، ويكفر من يظن به مجونا، وصنديد قثوم كان بشرى لعيسى وهو أقرب مبشرينا، معقب أنبياء الله طرا، ومعلن حكم رب المعلنين، وعبد الخالق اسما في جبال، وأولهم وآخر مرسلين، نبي الرحمة الكبرى وجيه، ومرحوم رحيم الراكعين، شهيد شاهد ما كان حيا، ومشهود الملائك سائحين، خطيب الناس مبعوث لبيب، خطيب الأنبياء السالفين، وكان خطابه نورا فطوبى لمن سمعوا له في الدهر حينا، وذو فضل وذو عز هجود، وعبد الله رب العابدين، مجيد نعمة الله وغيث، وأمي غياث الطالبين، خليل قاسم والله يعطي، ولم يلفظ بلا للسائلين، حفي جامع ملك مليك، نذير منذر للطالبين.
طائعين نصيح خاضع لسن حبيب محجتنا وأولانا يقينا وأول شافع ومشفع بل هو الفتاح باب الشافعين سبيل الله من سلكوه فازوا بفردوس وعدل خالدين وكيل صالح متوكل في أمور الدين تكلان الرصينا وأكثر أنبياء الله جمعا وأكرم ولد آدم أكتعينا رقيب آخذ الحجزات حفظا من النار التي للكافرين وسيلتنا نسيب مستعيذ ونجم ثاقب للمدلجين وثاني اثنين في غار بثور تقي حافظ للمحجرين محيد حائد قسم وواف وفي واعظ من يجرمونا بصير حاتم حامي مراض بشير للكرام المحسنين مجير فاتح عاف نبيه وكان لآي قرآن مبينا حسيب حاشر قسم طهور مطهرنا مطهر راغبينا تهامي صفي الله جد مقدس وخير مقدسينا وروح ظهراوة سرخليطس وزاهرنا وأجمل زاهرينا سنايا ضيغم شهم مشير وفاروق وخير الفارقين وفرد راكب جملا سريع وعاضدنا وذخر الراشدين خليفة ربه في نشر دين ونصرته وخير الناشرين وجواد عماد عمدة قد أقام الدين أركانا وبونا حبيب الله باه حاط حاطا بهي بل بهاء أجملينا ثمار